ولدي حيضيع منك، عين عليك يا ولدي، قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين، ولدي حيروح في داهية. ولدي حيروح في داهية. تفاصيل ايه بقى يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل ايه يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسة. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقوله. اسم عبد الصمد وهدان حلقوله؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. احنا ما اتفقناش على كده يا حاج. انت كنت بتعمل لي مفاجاه يا ماما. ابوس يدك، ابوس يدك، ما تفضحنيش. هينادم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل ابو حديده. يا حاج احنا ما اتفقناش على كده. ابوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل ازاي؟ يا رب سكينه. شاب ضرب في السكينه في حنكه؟ ايوه حاضر اهو. شرن له بقه؟ غنى لي شرن له بقه دي. جول الحمد لله. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلا حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجة ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضية. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله، هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه جافية ليه؟ سيد الرئيس، ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة، كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال فضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي ساعتك. أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب. المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. طلبك ايه؟ هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضيه، اتفضل. حياه المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضيه. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم وكل لكم سعادتكم. تؤجل القضيه لجلسه 9/9. مبروك يا حاج، القضيه اتأجلت للساعه 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقوله؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم، ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومة يا لمي. طب واللي يقول لك النهاردة بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي. يا راجل. والله؟ اقول لك على حاجة؟ اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده وروح لمح بعيني كده، شفت سياده المستشار والدمعه بتفر من عينيه.
لهوي. اه والله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هم الاثنين واحد؟ ايوه. وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي واضح ان انت معلوماتي في القانون ضيقه. اه. سياده القاضي هو اللي بيبقى في النص. انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطر اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. قولي بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه بس كده يعني هتشيكني؟ اشيكك ورقصك كمان يا بنت. سكر غالي انحلوا بايه؟ سكر غالي وانحلوا بايه؟ انا بنت على الركب السكر غالي وتسكر غالي وتنحلوا بإيه؟ وتسكر غالي وتنحلوا بإيه؟ وتسكر غالي وتسكر غالي. شوف بقى ده بص طب ما بحبش البرتقال. بتحبش ايه؟ البرتقال. المرتقان لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخيل. تحت أمر حضرتك. عندك كل حاجة عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفة خلي الأنسة تخش تقيس جوه. خلي ليه؟ الانسه تخش تقيس جوه. على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ انا غلطت فين دروستم يعني؟ في ايه؟ لا 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 يا عم انا كلمتك انت عايز تتخانق ليه طيب؟ الله تمام امك انت اللي بتاع ده. بره 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 لم علينا عبيدك يا رب. عارفه؟ الله 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 الناس راحت فين يا بوب؟ مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس مش خطرتني فكرت البتاع ملغم ولا حاجه. ما تخافيش يا بنت الفلوس ان اهو في قلب الجيب جوزك سبع خفت يكونوا الثانوي خرامي. لا الثانوي منين اهو في جيب اهو. بس ولو برضك لازم نروح في الشياكه عند محي ومرفت وبينا نكمل شوبينج. انت انا بنروح الموسكي كلاس اكتر. اه طب والله عندك حق المره الجايه نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. على فكره السفره دي كلها جايه دليفري من دبي. والراجل جايب الفزم من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مش ما بتعديش انت يا لولو ما بتعديش حاجه. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن يا عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفل 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 ايه ده؟ طفونه يا بابا طفونه. خد عفونه مش طفونه.
ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. Thank you.